اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج بانوراما داليا. النهارده عندي فقرتين في الحلقه. اول فقره هنتكلم عن ازاي تتخطى وفاه اي شخص عزيز عندك. تاني فقره هنتكلم عن الاعمال الصالحه على الارض. اول فقره انا خصصتها حاجه خاصه عشان والدي توفى الاسبوع اللي فات، وبالرغم من كده انا حصلي طبعا اكيد هزه نفسيه لوفاه ابويا، لان ده في نطاق يعني في اسرتي. بس انا كان عندي وعي عالي قوي من الاول، وكنت بتكلم كتير للناس ان ربنا سبحانه وتعالى ان الوفاة دي شيء طبيعي جدا، كلنا هنموت، يعني انا هموت وانت هتموت، فده حاجة طبيعية المفروض نتعايش معاها او ايه نتأقلم عليها. لكن احنا عندنا في مجتمعنا العربي للأسف اما حد يموت او حد هيموت او كده بعد الشر، بعد الشر هو الوفاة مش شر، ده شيء طبيعي هيمر علينا كلنا، هو الانتقال من مرحلة لمرحلة تانية خالص. حتى بره في الغرب في أوروبا أو كده بيتعاملوا مع الوفاة بشيء طبيعي، بس هي المشكلة في الفراق. يعني احنا الفراق، بس الفراق ده يعني تعلق، ما هو ربنا بيختبرنا عشان ما نتعلقش بالشخص أو بدور الأب اللي كان أبوكي. أنت لكي أب كان هو دوره في الدنيا أبوكي، لأن أنا قلت قبل كده إن الحياة دي عبارة عن لعبة، احنا في مسلسل أو سميها فيلم، كل واحد له دور بيعمله. انا ابويا كان دوره اب. الوفاه بقى عباره عن ايه؟ ازاي توفى، او يعني ايه وفاه؟ ما هو هو كمان مات فجاه، يعني ايه وفاه؟ مش موضوع بقى مرض، ولا الوفاه ما لهاش علاقه بالمرض ولا بالتعب ولا الكلام ده، لا. الله يتوفى الانفس، ربنا بيقول لنا في القران بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني هو عايزين بس شويه تفكير. سبحان الله، ربنا كل يوم بيتوفانا اثناء النوم. يعني ايه؟ انت وانت نايم نفسك بتطلع بره جسدك. الوفاه هي عباره عن ايه؟ خروج النفس بره الجسد طبيعي، فهي بتخرج طبيعي، لا اما ربنا يمسك بيها، لو مسكها، لو مسك النفس دي ومش رجعت لك تاني عشان تقوم يوم تاني يبقى انت كده توفيت، دي وفاة بقى مش هترجع تاني، خلاص الدنيا دي طبيعي. احنا كل يوم بنتوفى، بس ربنا مش بيمسك النفس، ربنا بيرجعها لك تاني عشان تبدأ يوم جديد، تبدأ رسالة جديدة من رسالتك في الأرض. فإحنا عايزة أقول للناس اللي هم يعني أنا ما فعلا مش هنكر إن أنا زعلت 3 أيام وحزنت على فراق أبويا، وحصل لي هزة نفسية، لأن الشيطان كمان في الفترة دي بيمسك الإنسان جدا، بيمسكه بقى وسوسة وباباكي وتعلق رهيب وناس يا ربنا. لأ، تعرف ان دي حاجه طبيعيه جدا هتحصل لنا كلنا، كلنا هنموت، كلنا دور بابايا خلص خلاص في الارض، دور الاب اللي كان ربنا مديهولي خلص خلاص، راح لمرحله تانية، راح لحاجه تانية خالص، لا اما جنه لا اما نار، ربنا هو بقى اللي بيكتب. ايه الفرق بقى؟ عايزه اقول لكم ايه الفرق بين الوفاه وبين الموت، لان الموت حاجه والوفاه حاجه تانية خالص. الوفاه خروج النفس من الجسد، ده الوفاة اللي هو بقى خلاص مش هيرجع الدنيا. الموت خروج الروح من النفس. يعني ايه خروج الروح من النفس؟ يعني في ناس عايشين معانا فيهم انفس وجسد، نفس وجسد عادي، لكن ما فيهمش روح. يعني ايه ما فيهمش روح؟ يعني ميتين، مش عايشين في اكتئاب، عايشين في مش عايشين الحياة اللي هي فيها سعادة وفيها فرح. الروح هي اللي بتدي سعادة للانسان. الروح دي انت بتجيبها منين؟ الروح دي من عند ربنا، اما الروح من امر ربي، الروح دي بنستمدها من الله. مش لما نيجي نقول لك مثلا قرب من ربنا، الروحانيات اللي احنا بنعملها هو دي الروح، هي دي الطاقه. الروح النفس كل ما تشحنها، كل ما تتغذى بالروح، هي دي النفس بقى اللي المفروض ربنا بقى بيقول عليها ان هي بتخش الجنه. النفس المشحونه روح هي دي اللي بتروح الجنه. النفس اللي ما فيهاش روح، روح ميته ما فيهاش روح تماما، اللي هي عايشه على وسوسه الشيطان، دي اللي بتخش النار. لكن كلنا انفس، الانفس كلها زي بعض، مفيش فرق، هي بس صوره النفس في الجسد اللي ربنا مديهولي، دي صورة النفس بتاعتي. لا اما نفس بتخش الجنة، لا اما نفس هتخش النار، حسب عملك في الدنيا، حسب الاعمال الصالحة اللي انت بتعملها في الدنيا. انا حبيت بس اوضح بعض الحاجات عشان تتخطى الموت. وكمان عايزة اقول لكم احنا ليه بنذبح اصلا في عيد الاضحى؟ ليه كل سنة بنذبح في عيد الاضحى؟ ليه؟ حد فكر بنذبح ليه؟ ولا احنا حافظين وخلاص؟ احنا بنذبح في عيد الاضحى عشان ربنا يفكرك ان ممكن يقول لك اقتل ابنك، اقتل ابنك. يعني عادي، لان سيدنا ابراهيم لما قتل، ما امر ربنا ان يقتل ابنه اسماعيل، فده بكبش قتل، يعني كان راح يقتله خلاص. يعني بيقول لك ما تتعلقش بحد، ولا تتعلق باب،
ولا بابن ولا باخ ولا باي حد، لانه كده كده هو هيموت، كده كده هيتوفى، فخلاص. فالدنيا عباره عن اختبار، كل واحد بيؤدي عمله او بيؤدي دوره في هذه الدنيا على اكمل وجه، زي ما ربنا امرنا في القران او في الكتب السماويه عموما، امرنا بحاجات معينه نعملها على الارض. هو ده المسلسل بتاعنا، هو ده الادوار بتاعتنا اللي احنا هنحققها هنعملها على الارض، وفي الاخر جيم اوفر، تتوفى خلاص. انت عملت ايه في دنيتك؟ اديت الدور زي على اكمل وجه ولا ما اديتوش؟ هو اللي بيحاسبك في الاخر. انا مش عايز اطول عليكم، هنطلع فاصل ونرجع تاني. هتكلم دلوقتي في الفقرة التانية على الأعمال الصالحة على الأرض، ومن أهم الأعمال الصالحة وأحسن الأعمال الصالحة من وجهة نظري عموما، طبعا الصدقات دي من الأعمال الصالحة الجميلة جدا على الأرض، وكمان كفالة الأيتام. حتى في حديث عن الرسول يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. معانا أستاذة خولة محمد التميمي، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، أهلا بيك. رئيسة ديار الأيتام، أهلا بيك، أهلا بيك ببغداد. حبيبتي، أهلا بيك. عايز أعرف بقى الفكرة دي جات لك إزاي إن أنت تكفلي الأيتام دي، وعرفيني بنفسك برضو الأول. خولة محمد التميمي، رئيسة تجمع ديار الرحمة للأيتام، مديرة أكاديمية طوق الياسمين، نائبة مركز الشرق الأوسط للحريات والإعلام. الفكرة هي بداية، يعني شلون بديتي تحكين عن الموت انت هسه؟ يعني انا عندي ابني توفى الى رحمة الله، فحبيت اسوي فد شيء يعني اوصل صدقة، او يعني هي هذا الموضوع كان يهمني، يعني بس اوصل اجر وثواب لابني. فبديت العمل تقريبا من 2011، بديت يعني صدقات و يعني ثواب يعني عن قرب وهذه، بعدين حبيت اشتغل بمجال الايتام. فبديت يمكن ب30 عائله ايتام يعني طلعت عليهم، واحنا عندنا مثل ما تقولين يعني عندنا كشف واستطلاع. فبديت اطلع على هاي العوائل واشوفها، بديت شفت العوائل يعني يتيم وتعبان، يتيم ومحتاج، يتيم وما عنده لبس، يتيم وما عنده شيء ياكل او شيء يلبس، او يعني وضع، يعني وضع تعبان الى حد يعني يعني ما تتصوري. بحيث يعني انا من شفت هذا الشيء استغربت، يعني احنا شلون عايشين وهاي الناس شلون عايشه؟ مع العلم احنا نفس مثل نقول المدينه او هذه، بس يعني شويه احنا اعلى شويه يعني المناطق اللي عايشين بها، بس تعب يعني يتيم وتعبان بدون اب بدون راتب بدون. فبدت الفكره انه اشتغل على ذولي، يعني بديت ب30 والحمد لله هاي انا مستمره بهذا الطريق، يمكن صار من 2011 لحد هسه عندي 30 عائله، صارت 1276 عائله. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر. يعني الدافع الاساسي لحضرتك عملتي دار الايتام دي هو كان ابنك، وفاه ابني. وفاه ده اللي انا بتكلم فيه، الانسان المتوفي عموما مش ينفع نقعد نعيط ونحزن عليه، ماشي خلاص عيطتي وحزنتي مش هيفيده في الاخره، اللي هيفيده العمل الصدقات، صدقات على روحه زي ما حضرتك بتعملي كفاله ايتام، الدعاء ليه هو ده اللي هيفيده، غير كده مفيش حاجه هتفيده، ولا عياط هيفيده ولا انك تحزني هيفيده، بالعكس. فاحنا المفروض نأدي رسالتنا في الحياه ونعمل له الخير فقط لا غير. طب معانا مداخله تليفونيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. معلش الأسف اللي معك حضراتكم، أنا وصلت معاكم يعني وكان عندي مشكلة، أتأمل إن الله يكون حلها عند حضراتكم. طب يا ريت تعلي صوتك. حاضر. أنا حضرتك أم الأربع أولاد، زوجي متوفي ومعايا ولد عنده السرطان، وكنا محتاجين له جرعات الكيماوي بتاعته، للأسف اسمه موجود في كذا مستشفى، بس يعني قوائم انتظار مش ما مفيش لسه اسمه ما جاش، والدكاترة قالوا لو تأخرت عليه في الجرعات هتبقى عملية وحاجة كبيرة. فأنا قلت يعني أتكلم، يمكن حضرتكوا يبقى عندكم حل، يعني تقدروا توصليني للدكتور ولا في مستشفى أو حد يعني إن هو يقبل حالته بس يتبرع بيه. وأسفة جدا، معلش إن لا أنا مفيش اتصلت حاجة. على الهوا. أصحاب القلوب الرحيمة، سيبي رقمك في الكنترول وإن شاء الله أنا أتواصل معاكي. طيب انا عايز اعرف انت بنيتي كام بيت؟ يعني في بيوت بنيتيها للايتام؟ بلي،
داخل بغداد تقريبا بنينا ما يقارب 16 بيت أو أكثر داخل بغداد. خارج بغداد 3 بيوت بنينا، يعني لا تنسي المساحة، وهذه غير الترميمات، أكو بيوت تعبانة في ترميم، يعني مو بناء. يعني شلون تقولين تهدي، لا ترميم، ترميم أنا ما دا أحسبه يعني بشغلي، بس يعني كبناء بيوت للأيتام تقريبا 16 بيت الحمد لله والشكر. غير هذا عمليات للأطفال الأيتام أو المتعففين اللي محتاجين، خلينا نقول 18 عملية سوينا للأطفال عن طريق المؤسسة مالتنا. داخل العراق 18، وخارج العراق 4 عمليات، يعني خارج العراق. غير هذا عدة الزواج مال الأيتام، زواجنا في ناس كبرت بقى وكده. اي بلي بلي، كبرى ونعم كبرى وبدون اب، وهذه فالامهات اللي احنا مستمرين وياهم يبلغونا انه انا ابني حيتزوج وما عندي، فاحنا من خلال المناشده والداعمين للمؤسسه مالتنا نبدي نجهز الشاب اليتيم. فحوالي 18 شاب احنا زوجنا، وحاليا عندنا شاب بدنا نبدي بيه بزواجه ان شاء الله هالفترة هذه. يعني هواية أعمال الحمد لله والشكر قدرنا، غير كفالات الأيتام تقريب، يعني كفالات اللي هي تعتبر شنو، تعتبر راتب شهري، يعني كل شهر ياخذون راتب غير اللي الملابس أو المواد الغذائية أو الأجهزة الكهربائية أو شغلات تخص المدارس، هذا لا خارج عنه. تقريب ما يعادل 36 كفالة تجيهم رأس الشهر نوزعها لهم يعني كراتب شهري هذا. طيب مين بيساعدك في المؤسسة دي، مؤسسة ديار الرحمة؟ في حد بيساعدك في الموضوع ده؟ تقصدي الداعم لو المساعد يعني داخل المؤسسة؟ الاثنين، اثنين الدعم والمساعد. كبداية بديت أني لوحدي، يعني تمويل ذاتي. استمريت على الشغل مالتي يمكن 3 سنوات أني لوحدي، لوحدي كمؤسسة أديرها. فبدل بس كدعم لا، كان من الناس الوسطاء، يعني طبقة متوسطة أو طبقة شوية، يعني شو نقول تجار أو هي بدوها ما يفعلون وياي يتفاعلون. بس كبداية بديت وحدي، بعدين بدأ الشغل يكثر والعوائل تكثر، فتحتاجين كشف وتحتاجين تسليم وتحتاجين تجمعين تبرعات وتطلعين محافظات، وهذه يعني كل هذا يحتاج. فقدرنا نسوي كادر يعني ما يقارب تقريب اكثر يعني من 16 او 17، عندنا مثل اني والدكتور والست اخلاص اللي هي اخلاص جبار ماجستير علوم سياسيه، عندي استاذ محسن عاشور هو واولاده، يعني هم داعمين وهم يعني المساعدين بالمؤسسه ويا الفريق. ست الهام همات، عندي مجموعه من الاطباء. للعلم يعني احنا مؤسستنا بها اطباء اللي يعملون عمليات جراحيه مجانا، فمثل دكتور محمد، دكتور علاء، دكتور باسم، هذول ويانا يعني هم يعني. طب العمليات دي بيعملوها الايتام بس ولا لاي حد بقى من الناس الغلابه هم؟ لا الايتام والمحتاجين، انتم تسموهم غلابه اللي هم متعففين. متعففين بلي، احنا يعني المحتاجين تقدم للمؤسسه، واحنا يعني شلون هذا الاتصال اللي صار وياك هيك يجينا عن طريقهم، فاحنا نبلغ الاطباء، والاطباء الحمد لله والشكر يعني ما يقصرون. عندنا اكثر من مستشفى ببغداد اللي يتعاون ويانا بهذا المجال. غير هذا عندي اللي هم مساهمين وهم يعني ساندين للمؤسسة، اللي يعني دائما يشتغلون ودائما يساعدوني بالدعم وبالمساعدة. عندي دكتورة أماني، عندي دكتورة بشرة، دكتورة أميمة، عندي سيف حسن حسين، عندي يعني فريق أرز آشور همات، أرز آشور يعني دول فريق يعني ناجح كامل. عندي الحاج أبو علي يعني همينة من المتبرعين، يعني مجموعة هواية من المتبرعين الكبار اللي هم مستمرين على يعني بحيث بس تجينا مناشدة مجرد ما تنشر ما يدخلون يعني يخلصونها. غير انه عندك الالبسه واذا ملابس شتائيه واذا صيفيه واذا اجهزه كهربائيه. هم بيدعموا بقى بكل شيء. بكل شيء. بكل شيء. مع حضرتك طبعا. اي وياي الحمد لله والشكر.
والناس تحب العمل، يعني طبعا سبحان الله سبحان الله. تحبون هذا العمل الصالح، يعني كل واحد يقول احنا كنا محتاجين هذا الشيء، نعرف وين نودي فلوسنا فيستخرجوها اللي زكاة. صدقيني حتى اكو ناس دا تروح للحج جابت فلوس الحج مالتها طيب حتى تخلص. طيب معنا تقرير هنطلع نشوفه ونرجع تاني. طب عايز اعرف انت حضرتك ساهمتي في مع المرأة، ساهمتي للمرأة، ايه المساعدات اللي قدمتيها للمرأة؟ المرأة احنا ساعدنا برنامج تمكين المرأة، يعني المرأة اذا تعرفين اذا توفى زوجها او مطلقة، احنا دا نشتغل على الاثنين المطلقات والمتوفي زوجها. وتعرفين احنا حالتنا بالعراق، يعني هواية ارامل صارت عندنا من خلال الداعش، من خلال الحروب اللي صارت عندنا، يعني نسبة الارامل كلش هواية. فتحنا معهد للخياطة ومعهد للحلاقة مع سيف حسين الشاب، كان وياي يعني فكرة كانت كلش قوية إلنا إنه نفتح هذا المشروع ونساعد من خلاله النساء الأرامل أو المطلقات يتعلمون خياطة، نسلمهم مكينة حتى يشتغلون بها بالبيت، أو يتعلمون حلاقة اللي هو صالون كل وياخذون التعليمات دي بتبقى مجاني؟ كله مجاني، فوق هذا يستلمون ماكينة خياطة أو أجهزة مال الصالون وغيره. غير هذا بديت يعني أفتح أسواق للمرأة، يعني هواي نساء لها تفيد ولا هذه تفيد، فتشوفيها يعني إنه الأوجب إنه تقعد يوم أطفالها، فنفتح أسواق لها خاصة تقعد بيه داخل البيت وباب رزق يعني إلها. اكو يعني شلون اقول لك اوصلك الفكره، يعني ذول اللي يخبزون يعني يسوون معجنات غيرها داخل البيت، فذولي همات نجهزهم بالمواد، وهو طبعا كله مجانا. بالعكس احنا حتى نجيب يعني مثل الاسواق لما نفتحها نخلي بيه كل شيء جاهز، كل شيء جاهز يعني المواد والهذه كلها كامله، فلما تخلين هاي المواد هي حتبدي تشتغل، وبعدين احنا المنتوج والزايد الها بعد. طب انا عايزاكي توجهي كلمة للنساء العربيات عموما. عموما كل النساء، لا العراقيات والعربيات العربيات وكل كلهم، كل الدول العربية. ايش قد ما تكون المرأة ضعيفة، سريعا عشان المرأة لا تكون ضعيفة، طيب المرأة هي قوية. طيب. المرأة اللي تنجب وتتحمل الولادة وتتحمل القيصرية وتتحمل ألم الحياة تقدر كل شيء تسوي، كل شيء تقدر تسوي، فمن الألم نطلع ونكبر ونصير. فكل امرأة ضعيفة لا تتوقع أنه هي ضعيفة، فالمرأة المرأة الرجال ما يقدر إذا زوجته توفت يعين أطفاله ويربي ويكبر، بس المرأة بدون الرجال تربي وتكبر وتعيش ويعني تصير قوية ويصير قائدة. وأنا أشوف المرأة قيادية بكل الأحوال داخل بيتها وخارج بيتها. فخلنا أقول من الألم، والله أنا هاي تجربتي، من الألم القوة تطلع، فخلي تكون قوية وتواجه. طيب أنا عموما ما عنديش أي فرق بين المرأة والرجل، بالعكس كمان يعني أنا بلاقي مرأة بتبقى قوية جدا أقوى من الرجل في حاجات كتير جدا، فسبحان الله. يعني انا اصل في ناس بيتلخبطوا يقول لك المراه، يعني عارفه يعني انا عندي فكر كده ان الذكر غير الانثى، ماشي اوكي ربنا، لكن الرجال والنساء دي بتبقى صفه، فالمراه ممكن تبقى رجل قياده، هي الصفه بتاعتها، هي طبعا يعني طبعا ممكن تبقى ست بس واخده صفه قيادية. الرجل، اي بالي فخلاص كده يعني. طيب يعني انا عايزه اعرف برضو، حضرتك قلت لي جات لك الفكره دي بعد وفاه ابنك صح؟ نعم تمام. طيب ايه بقى في المستقبل عايزه تعمليه؟ عايزه تطوري الدار دي ازاي؟ بتبصي لايه في المستقبل عموما؟ عموما اني باقي اني بالبدايه قلت لك على مود ابني، كان الهدف ابني، بس اني
يمكن كنت اطلب الاجر وثواب، كنا نطلب الاجر وثواب من رب العالمين، واللي يتقبله ولو ذره، هي مثقال ذره عند ربك كلش كبيره. بس انا هسه اهم شيء عندي الانسانيه، يعني حتى ابني الحمد لله، ترى انا ابني مو كبير ولا تقولين صاحب ذنوب، بتحبي تعملي الخير في الارض عموما. عموما يعني هي هاي يعني الحمد لله وشكر، وحتى يعني احنا هيك يعني كعائله نحب هذا الشيء. بس اقول لك يعني انا حسيت يعني حسيتهم جزء مني، حسيتهم شلون ابني شلون يعني ما اعرف، يعني حسيتهم قريبين كلش، بحيث اني اعرف كل بيت ايش محتاج. لانك حابه الموضوع. حابه وحيل مركزه عليه، يعني اتمنى مرات يعني انت برمضان تعرفين شنو احنا برمضان نبقى لثلاثة الفجر نشتغل برمضان، مرات الافطار مالتنا يوصل للتسعة للعشرة بالليل واحنا ما فاطرين، لان توزيع. توزيع بنوزع وجبات طول شهر رمضان من الصبح لليل، وانت حسبي عندك فوق ال 1200 عائله شلون حتخلصين وهو شهر، وانت لازم تغذينهم هذا الشهر كله. فالدعم يجي يجي، الناس تتبرع، بس انت شلون وقت، فما عندنا وقت يعني. والله مرات اوصل يعني الفجر ويا السحور للبيت، لان انا المؤسسه بجهه وبيتي بجهه، فحبيت هذا الشيء. واتمنى اقول لهم يا ريت اليوم مو 24 ساعه، يا ريت يكون 70 80 ساعه حتى اقدر. غير هذا انه المرات اخلص، احنا لان عندنا فرع، عن الفرع الثاني بغير محافظه، اروح له اللي هي الكوش شيخ سعد، اروح له يعني محافظه، يعني تعرفين فرق 3 ساعات سياره بتلف في المحافظات كمان. اي هاي اروح لها، يعني لازم مثل ما تغذين انت هنا ببغداد لازم تغذين ذيك العوائل اللي عندك لان معتمده عليك. غير هذا الموصل وسنجار والمناطق الشماليه اللي عن داعش، بعد معارك داعش اطفال ايتام. اي لا مو مو اطفال عندنا تيتمت بسبب داعش. بسبب داعش. بسبب داعش يعني عندنا اطفال والله عندي عوائل انا ايتام الاب والام من داعش. ربنا يكرمك. فاروح لهم هناك للموصل او السنجار، منطقه جبليه عاليه، فتعب تعب يعني حيل، بس مع ذلك احسها كلش يعني ممتع. بتحسي براحه طبعا، متعه لانك حابه الموضوع. ولما اشوف الطفل يبتسم او يفرح او الام تقول لي الله يخليك الله يبارك فيك، يعني انا ما اريد هذا الشيء، بس اقول حسيت انه انا وصلت فد شيء، حسيت فرحت طفل، حسيت فرحت ام. يعني طفل دا يموت بين الحياه والموت، وانت تسوي له عمليه ويقوم ويمشي وياكل ويلعب، ويعني فد شيء هذا هو الروح بيد رب العالمين، بس انت تسندين هذا الشيء. فاني املي املي يعني اذا اريد اطور امنيتي، يعني ومن زمان كنت هاي امنيتي، دا اقول امنيتي اسوي دار الايتام للبنات. طبعا انا يعني بشكرك، انا بشكرك بجد، انا سعيده جدا بوجودك معايا النهارده، بس وقتنا خلاص خلص. الحمد لله. وانا بحب الاعمال الصالحه وبحب الاعمال الخيريه، وهو ده فعلا هيقعد لك، وهو ده الاساس اللي انا بتكلم فيه. انا بشكركم اعزائي المشاهدين لحسن استماعكم، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج بانوراما داليا.